عن أداء الدولار وكيف هي أيضا حركة الأسواق المالية. نتحدث اليوم مع لينا قنوع من إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك لينا. أهلا بك لينا. عندما نتحدث إذن عن أداء الدولار مقابل سلة من العملات، نتحدث أولا عن أداء الدولار مقابل اليورو. كيف ترين يعني فترة الانتظار هذه بالنسبة للبيانات، إن كان التضخم، الحذر، الكثير من السلع أيضا كانت على عكس المتوقع تفاعلها مع الدولار. كيف ترين يعني انعكاس الدولار وتذبذبه على الأسواق وعلى اليورو؟ نعم، بمؤشر الدولار الأمريكي شفنا كيف الارتفاعات عم نشاهدها، هو أن الأسواق عم تستبق أنه يكون في رفع لأسعار الفائدة قبل عام 2022 نتيجة ارتفاع التضخم. نحن شفنا كيف التضخم ارتفع بشكل كبير 6.20% مؤشر أسعار المستهلكين، سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية سواء في بريطانيا. أسعار المستهلكين ارتفع بشكل كبير أيضا ب 4.20% وأيضا ارتفاعات في نيوزيلندا بارتفاعات للتضخم 2.96، فارتفاعات التضخم طبعا ناجمة عن عدة أسباب، أزمة سلاسل التوريد، أزمة الطاقة، أزمة الرقائق، والمخاوف من وتيرة التعافي الاقتصادي، ما زال الاقتصاد هش. فبالتالي عم نشوف كيف أن التضخم عم بيرتفع بشكل كبير، وهناك نتيجة ارتفاعات التضخم أيضا بيانات عم تجي من الولايات المتحدة الأمريكية إيجابية، آخرها مبيعات التجزئة الأمريكية. عم نترقب عدة بيانات أيضا، مؤشر إعانات البطالة الأسبوعية اليوم سوف يظهر، سيعطينا أيضا هذا فكرة واتجاهات لمؤشر الدولار الأمريكي. الأسواق عم تتوقع يكون في رفع أسعار فائدة قبل منتصف عام 2022. نحن بنعرف أنه راح يبدأ برنامج تقليص برنامج شراء السندات، لكن هل سيكون حديث ربما تخفيض آخر لكبح ارتفاع التضخم من قبل الفدرالي الأمريكي؟ فبالتالي رفع أسعار الفائدة هل سوف يتم؟ لكن هناك ما زالت التصريحات، سوف يراقب سوق العمل، وبما أن الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من التعافي فلا يرون الوقت الحالي لرفع أسعار الفائدة. فهل ستتغير هذه النظرة مع ارتفاعات مستويات التضخم بشكل كبير؟ بالفعل مستويات التضخم وارتفاع الأسعار أنهكت جيوب الأمريكيين، فبالتالي ولكن على الرغم من ذلك يعني يسجل يعني الاقتصاد الأمريكي بيانات إيجابية عندما نتحدث عن التجزئة. يعني ما هو السبب بذلك، يعني على الرغم من أنه أيضا هناك أرقام تضخم عندما نتحدث عن 6.2 تقريبا، يعني ما هو تفسيرك لحركة الدولار وتفاعله مع يعني التجزئة بشكل عام أو حتى حركة المستهلكين؟ طبعا يعني نحن نعرف انه مبيعات التجزئه من المبيعات المهمه التي بنراقبها، بتعطينا فكره اوضح عن عن النمو الاقتصادي والتعافي الاقتصادي، يعني كيف راح يسجل الاقتصاد الامريكي في الفتره المقبله. فبالتالي نحن بنعرف انه الانفاق الاستهلاكي بيشكل تقريبا 75% من الناتج المحلي الاجمالي، فهي كلها مبيعات التجزئه، يعني بتعطي دلالات انه في اقبال على الشراء، في اقبال على الانفاق الاستهلاكي، وبالتالي بدوره بيأثر أيضا على التضخم وبيأثر أيضا على النمو الاقتصادي. فمبيعات التجزئة كثير مهمة، وأيضا إعانات البطالة الأسبوعية اللي بنتابعها أيضا مهمة، لأن تعطينا فكرة عن أرقام الوظائف، عن أرقام البطالة. فبالتالي هاي كلها تأثيرات على تحركات الدولار. التأثير بيكون من خلال هل سيكون في رفع أسعار فائدة. كل ما كانت أسعار فائدة منخفضة هي غير لصالح الدولار الأمريكي، لكن هي توقعات برفع أسعار الفائدة هو اللي بيخلي يكون في طلب على الدولار الأمريكي. وشفنا كيف الارتفاعات، إذا اليورو عند أدنى مستوياته تقريبا، نحن نتحدث منذ يوليو 2020، فعم نشوف اليورو مقابل الدولار على انخفاض دون مستويات 1.14. هي التراجعات اللي عم نشوفها على اليورو هي باختلافات السياسة النقدية، لأن البنك المركزي الأوروبي لا يريد أن يكون هناك رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لأن تصريحات كريستين لاغارد قالت أنه رفع أسعار الفائدة سيسبب اختناق في النمو الاقتصادي الأوروبي. نعم. ما زال هناك في رفع في عدد إصابات بفيروس كورونا، فرنسا دخلت الموجة الخامسة من عدد الإصابات بفيروس كورونا، فبالتالي هذه المخاوف أنه تزم أنه الإبقاء على سياسة التحفيز التحفيز الاقتصادية لدعم الاقتصاد منطقة اليورو. لهذا السبب عم نشوف كيف اليورو عم يتراجع على عكس البنوك المركزية الأخرى مثل بريطانيا. نعم لينا، عندما نتحدث أيضا عن الليرة التركية، أيضا هذا الانخفاض، أين ترين الليرة التركية تتجه الآن بفعل كل يعني المعطيات الموجودة على الساحة الاقتصادية التركية؟
طبعا الليره التركيه هوت الليره التركيه، يعني نحن عم نحكي تراجعات باكثر تقريبا من 27%، يعني اقتربنا ل 30% من بدايه العام. هذه التراجعات في هذا الشهر تراجعات جدا كبيره عم نشوفها على الليره التركيه. نحن مقتربين لمستويات، يعني هلا نحن عم نتحدث عن الدولار مقابل الليره التركيه مرتفع ب 10.70، ربما تصل الليره التركيه امام الدولار على تراجعات، نحن نتحدث 11.50، نحن قريبين من مستوى ال 11. فبالتالي هي التراجعات بسبب انه عم نشوف انه هناك توقعات وعم يتراقب الاسواق بشده اجتماع البنك المركزي التركي، ويظهر انه السياسه والقرار السياسي مؤثر على السياسه النقديه وعلى البنك المركزي التركي، والتوقعات بان يكون خفض لاسعار الفائده بدلا من ان يرفعها. لان الان اذا نظرنا الى التضخم 19.98%، يعني نحن عم نتحدث عن تضخم ب 20%، فسياسة رجب طيب أردوغان هو ضد رفع أسعار فائدة، وسوف يستمر بخفض أسعار الفائدة، والتوقعات من 16% يعني إلى 15%. هذا الخفض هو الذي عم بيأثر على الليرة التركية. بالتأكيد أنظار كثير من المستثمرين تتجه إلى تركيا أيضا وتتابع حركة الليرة التركية. شكرا لك لينا قنوع من إكويتي جروب، شكرا على كل هذه التفاصيل.